في نوع من الرجاله مثلا، معرفش حياتي انت تتفقوا معايا ولا لا، اللي هو غلطان مش غلطان هي اللي بتصالح. ولنا الاغنيه الشهيره بتاعت الاستاذه نانسي عجرم، اطبطب ودلع ويقول لي انا اللي اتغيرت عليه. وارد وارد كلامك، وكلامك انا متفق عليه جدا، ان في كل الانماط وكل الاشكال. بس خلينا نتكلم عن طبيعه المراه او الطاقه الانثويه بتخرج ازاي. الست عامله عارفه زي موج البحر، بتعبر عن مشاعر الايجابيه جدا وبتعبر عن السلبيه جدا، بتعبر عن المشاعر اللي هي حاساها دلوقتي حالا، مش على اللونج تيرم، مش بتعبر على انا حاسه ازاي لوقت طويل، هي دلوقتي حاله منفعله بتطلع انفعالها حالا. الست بتعرف توصف مشاعرها وبتعرف تحكيها دلوقتي حالا، الراجل ما عندوش الملكه دي، ما عندوش الطاقه دي. ده الفرق ما بين الاثنين. طب استنوا بقى نسمع راي الدكتوره سمر في الموضوع. أنا مش ده مش متفقه. انا كمان انا مش متفقه تماما. شكرا. مش راي العلم بقى. هو مش انحياز للست خالص. هو بس المشكله في الرجاله ان هم شايفين الست دايما ما بتعملش حاجه، قاعده مرفهه في البيت، كان قاعده في سرايا. حتى على فكره لو قاعده في سرايا وعندها خدم برضو عندها مسؤوليه البيت، هي اللي بتدير السرايا دي، مسؤوليه كبيره جدا. انت شايفها قاعده في البيت ما بتعملش حاجه، لكن اداره البيت من اول ما بتصحى من النوم لغايه ما بتنام في ايديها هي، بدليل ان اي مشكله بتحصل في البيت انت السبب طبعا من غير ما بيفكر. هو الراجل اظن بيتخيل انه الست اللي قاعده في البيت زي هو في الويكند، في الجمعه والسبت، هو عنده اجازه بجمعه والسبت، فبالتالي متخيل ان الست طول الاسبوع اللي قاعده في البيت هو يومها زي يومه، يوم الجمعه والسبت في الاجازه، فده احساس مريح. زي ما احنا نسافر بلد ونقول ايه ده العيشه في البلد دي حلوه قوي، لا هو انت مش عايش، انت رايح اجازه كام يوم، ما انت شايف الحياه دي عامله ازاي، بالعكس الضرايب قد ايه، الشغل بيبقى عامل ازاي، الانضباط ماشي ازاي، انت جاي اجازه تتفسح، فهي صح. بالنسبه لك انت عندك اجازه في الجمعه والسبت، هي عندها الاسبوع كله شغل. ايوه بس ما انا علشان كده بقى بقول ان الست اللي ما بتاخدش اجازات بتنهار. طبعا بتنهار. وبعدين في مشكله تانية، ان لنفترض ان في خناقه كبيره وهي الست حاولت تعمل كنترول ومسكت نفسها ويعني ما فرغتش كل الغضب اللي جواها في ساعتها، هل الهدوء ده ممكن يستفز الراجل؟ دي حالات فرديه اعتقد، حالات فرديه، ده حالات فرديه جدا، ان هي مش عارفه تعبر عن مشاعرها او دلوقتي ما تعبرش عن مشاعرها. ساينتفكلي الكلام ده مش مظبوط.